مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الجديد اللي راح يرافقكم طيلة شهر رمضان، برنامج الأنيس كويز. من خلال هذا البرنامج راح نطرحوا مجموعة من الأسئلة، وأصحاب الإجابة الصحيحة راح يفوزوا معنا بهدايا مهداة من طرف لو غون توب شوب. بقوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرفوا عليك؟ الأخت سامية من بوليدة. فتحي من مدينة بوليدة. زايدة من بليدة. يانس أمين من ولاية مدية بلدية ولاد معرف. علي من الداموس. ما شاء الله، إذا علي راك مشارك معايا اليوم في برنامج الأنيس كويز. نطرح عليك سؤال إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. إذا السؤال يقول: من هو النبي الذي آمن به جميع قومه؟ النبي الذي آمن به جميع قومه، نبي إبراهيم. لا، إجابة خاطئة. نبي من أنبياء الله تعالى قومه كامل آمنوا به. الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. لا، إجابة خاطئة. نعطيك فرصة أخرى، شوف إجابة أخرى. أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول إجابة خاطئة، ماشي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبي آخر. الله يعلم. سيدنا عيسى. لا لا، ماشي سيدنا عيسى، خطأ. معليش نخمم شوية. إسماعيل عليه السلام. لا، إجابة خاطئة. معليش نعطيك فرصة أخرى. أيوب. لا. نوح. لا، الإجابة خاطئة، ماشي نوح عليه السلام. سيدنا يونس هو اللي آمن به كامل قومه. إذن إجابتك صحيحة، والنبي الذي آمن به جميع قومه هو سيدنا يونس عليه السلام. ألف ألف مبروك، تفضلي هذه الهدية مهداة من طرف لو غون توب شوب. إذن النبي الذي آمن به جميع قومه هو سيدنا يونس عليه السلام، والإجابة صحيحة. تفضل، هذه هدية مهداة من طرف لو غون توب شوب. أعطينا كلمة بمناسبة شهر رمضان. إن شاء الله ربي يبعد علينا البلاء هذا ونفوتوه بالصحة والهنا إن شاء الله. هذا ما نتمناه، نتمناه للجميع إن شاء الله يبعد علينا ربي البلاء هذا، بان نبداو نسركلو نورمال. هذه هي، تبارك الله. يعطيك الصحة، شكرا لك. نتمنى لكم صيام مبارك إن شاء الله، ونتمنى لكم كل عام وأنتم بخير، وهذا هو. يعطيك الصحة، شكرا. لدينا كلمة بمناسبة شهر رمضان مبارك. بمناسبة حلول شهر رمضان، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون أي واحد يكون بعيد ولا غريب إن شاء الله كامل يتلاقوا مع الأهل تاعهم ونجوزوا رمضان إن شاء الله بالصحة والهنا، وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء. إن شاء الله، شكرا على المشاركة. يعطيك الصحة، شكرا. يعطيكم الصحة على كل حال على المشاركة، الله يحفظكم، وإن شاء الله نتمنى كل عام أنتم بخير إن شاء الله، والأمة الإسلامية والشعب الجزائري العربي إن شاء الله. إيوا، شنو نقول؟ نتمنى لهم إن شاء الله رمضان كريم ويصوموا بالصحة والهنا، وإلا كانت مازالت كورونا يديروا احتياطات تاعهم. شكرا على المشاركة، شكرا لك.